السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها تصوير الصور دون فتح تطبيق الكاميرا ودون إظهار الصورة أو صورة التصوير في الكاميرا على الشاشة الرئيسية، وكذلك لن يعلم أي شخص بأنك قد قمت بالتصوير، طبعا أي شخص بجانبك، طبعا لن يصدر أي صوت وكذلك الصورة لن تظهر، فقط تقوم بالضغط هكذا على أيقونة في الشاشة ويتم التقاط صورة وحفظ صورة في ألبوم الكاميرا أو في التطبيق الذي سنستعمله في هذه الحلقة لأجهزة الأندرويد. اسم التطبيق هو كويك كاميرا، تقوم بتحميله من الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن من جوجل بلاي أو سوق بلاي، أو قم بالبحث عنه موبيجين أو أي آخر، يعني سوف تجد أيضا اسمه أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد تحميله وتثبيته بطريقة سهلة جدا مثله مثل باقي التطبيقات، تقوم باختيار بعض الإعدادات. هنا يوجد يمكنك من هنا اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية، لكن يمكنك اختيار الكاميرا الأمامية أو يمكنك كذلك يعني اختيار إذا كنت تريد تفعيل الفلاش عندما تقوم بالتقاط صورة من هذا الخيار، يمكنك كذلك يعني ضبط مجموعة من الإعدادات الأخرى منها إعدادات الفيديو. على فكرة يمكنك أيضا تصوير فيديو عبر هذه الأيقونة التي تظهر هنا. بعد تثبيت التطبيق يظهر لك ثلاث أيقونات: أيقونة التطبيق، تيك فوتو، فيديو، فيديو ريكوردر. كما قلت لكم، لالتقاط صورة ما عليك فقط هو كما رأيتكم في بداية الحلقة، فقط هنا الضغط على تيك فوتو، ولاحظ معي قد تم حفظ الصورة. فوتو إز هي، تقوم بالضغط على الإشعار أو الدخول إلى التطبيق وتجد هنا الصور التي قمت بالتقاطها. يمكنك على فكرة مشاركتها أو حتى حذفها، هكذا تقوم بتحديدها والضغط على أيقونة الحذف كما رأيت مشاهدي الكريم. طبعا دون صوت دون أي شيء، فقط هكذا تستعمل الهاتف، الشخص الذي بجانبك سيظن أنك يعني أردت فتح تطبيق أو أي شيء آخر، وتقوم هكذا بالضغط على هذه الأيقونة وقد تم حفظ الصورة بدون أي مشاكل. عندما ترجع للمنزل أو عندما يعني لا يكون أحد بجانبك، يمكنك الاطلاع على الصور بالدخول إلى التطبيق ومشاهدة الصورة التي قمت بالتقاطها. يمكنك أيضا كذلك مشاركتها بالضغط على زر المشاركة لحفظها في تطبيق الصور أو مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية وغير ذلك من الخيارات التي يوفرها لك هذا التطبيق الرائع. شكرا لحسن متابعتكم، رجاء ان اذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب يظهر الان اسفل الفيديو على يمينك، قم بالنقر لي قبل انهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الاعجاب بصفحتي على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك thtv.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي حلقة قادمة، الى اللقاء.